أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن بعض الكتب الميسرة في فنون العقيدة والحديث والفقه ومصطلح الحديث وأصول الفقه ونحو ذلك. مختصرات، مختصرات في كل فن ولله الحمد كتب مختصرة للمبتدئ في كل فن من هذه الفنون، يسمونها المتون، متون العلمية. ويقولون ما المتون تقوي المتون، يعني تقوي العضدين والأعضاء، فهي مداخل للعلوم، على طالب العلم أن يحفظها ويحضر شرحها على المشايخ ليترقى منها إلى ما هو أعلى منها وأبسط. نعم.